أنا أحياناً ممكن سامح على كل شيء، على الكذب فيني سامح وعلى السرقة كمان، أما الخيانة شغلة تانية لا يمكن سامح عليها. كان مفكر أنه رح يهرب، بس بالوقت المناسب إجا الخبر لعندي. ما كان لازم تسمح له سافر لأنه ما رح يرجع. شغلته أسبوع زمان وبعدين بيرجع. سليمان بيك، عم قلك ما رح يرجع. إذا عرفان راح فشركة بابل حتنهار ورح تنجبر تنسى ديونك. وليش ما نراجع؟ شغلكم من أحسن ما يكون. عرفان عنده محكمة الأسبوع الجاي وخايف يسجنوه. جربت أقنعه كذا مرة بس ما رضي، وخطط حتى يهرب من كل البلد هاي، وعمل جواز سفر مزور كمان. شو؟ سليمان بيك، عمل أي شيء بس المهم إنك توقفه. كنت حابب إلك تأكدت من إخلاصك، بس للأسف أنت طلعت شخص ما بينوثق فيه أبداً. عرفان مستحيل يشك فيني، وإذا دري باللي عملته أكيد بده يهرب وما بقى نلاقي له أثر. على أساس أنه عرفان رفيق طفولتك خير، ليش خبرتني لك؟ أكيد لأنك خايف انتقم منك بعد ما أعرف أنه ما رح يرجع له. لا، مو خوف، مع هيك أنت خد حذرك سليمان بيك. واقف واقف، أنا لسه ما خلصت شغلي معك. كل خاين لازم يدفع ثمن خيانته بالآخر. يلا أصحك. خلص فهمت. اوعك تتهور مرة تانية. روح اهدى. امشي. Kırmızı ballı gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı ballı dinle, ne? Sakın mi yeme. Balıkçı ya seni tutacak. Ah. Erfan, min illi khabar anna arifto şi. Ma'ol ikun Amran. La, mustahil. هو رفيق طفولتي، ما بيعملها. فوت تحرك. بس هيك ما ضل معنا شي بنوم. أخي هدول الصور والتقارير تبع ابني على شو عم بتدور؟ اتركهم، ما لك شغل فيهم. انزلي. يلا. انت خليك هون، لسه عنا شغل معك. لا خليك معنا بابا، لا تتركنا. ما بطول حبيبي، نزل. بابا الله يخليك. يلا حبيبي. بابا يلا. يا عمري ما حدا رح يأذيك انت وامك، انا رح احميكم. اوعك تخاف، انا بحبك كثير. يلا بابا ما تروح. بابا بالبيت. ماشي بابا. يلا يا عمري ما بطول. بابا بابا خليك معنا. بيجي. الله يخليك، لا تروح. بابا بابا خليك معنا. تعال بابا. روح يا عمري، أبوك شوي وبيجي. إيه؟
بتعملوا انتو؟ بعيد سليمان بيك، انتو عم تغلطوا بهالتصرف. انا شرحت لك كل شيء وطلبت اذنك وانت وافقت وسمحت لي، وافقت تأجل لي ديوني لنعمل العملية. هذا مو تصرف سليمان بيك. انا شو غلط ممكن تقلي؟ اسمعني سليمان بيك، وضع ابني ما بيتحمل ولازم اسوي له العملية فورا، فهمني لو سمحت. انت ما بتعرف شو معنى المسؤولية. انا مثلا عن كم حدا وعن كم عيلة مسؤول يا بروفيسور برأيك؟ انت مسؤوليتك كلها محصورة بمرتك وبابنك الوحيد، ومع هيك عم تغامر وتضحي بمرتك وقرايبينك واصدقائك. لا انا ما عم ضحي فيهم، انا ما عملت شي غلط. والله عن جد؟ عرفان؟ عمران؟ شو القصة؟ عرفان قرر يحرقكم كلكم، يحرق مرته ويحرق ابنه. إذا بتقرب من مرتي وابني بحرقك وبحرق ابنك. راسه لك. عرفان اهدى شوي. اتركه. كنت مفكر انك تهرب وتترك كل اللي وقفوا معك بمحنتك، ما كنت رح تزعل حتى لو صار شي على واحد منهم بسببك. تركت اخت مرتك وتركت زوجها ورفيق عمرك، كان رح يهرب ويتركك لحالك. هذا هو صديق طفولتك. إذا ابنك مات ما رح يموت بسببي، أنت بتكون المسؤول عن موته، فهمان بروفيسور؟ نبرة؟ عمران؟ شبه؟ كتير موجوع؟ حتى لو سويت العملية لابنك وشفي من مرضه، توقع بأي لحظة أرجع أنا بإيدي أقتله وقدام عيونك إذا بترجع تهددني مرة تانية. عم تفهم يا بروفيسور؟ لك مو معقول هالممرضة قديش إيدها تقيلة يا؟ يخرب بيتها موجوع. ضربة سليمان عادي بس الإبرة بتوجع. تحملت 8 قطب وما قلت أخ، هلأ من إبرة الكزاز موجوع. لك ريان استحى يعملها. لك والله العظيم عم تحرقني كتير، لما قطبوها خدروا لي إياها وقت الإبرة فك البنج. أخ خلصنا يلا طلع، راح روح أنا أجيب لك الراشيتة وبعدها بوصلك على البيت. يلا إيه ونايمني كمان ولعبلي بشعراتي وبوسني. هي حل عني يا أنا منيح، خلي مرتك تطمن عليك. يلا لا مو على كيفك، ما راح أتركك أصلا، كله بسببي أنا. يلا طلع بعد هيك. يلا هاي اختك مسيك. الو كيف احلى واحن اخت عندي؟ منيح والله وبها الشغل كل يومي. ايه ايه انت من وين عرفتي؟ يعني هلا كلكم صرتوا خبره بالسوشيال ميديا؟ طيب ليكي بحكي معك بعدين، هلا في عندي اجتماع كتير مهم. اتفقنا؟ بوسات يا اموره. مو كنت متزعل انت واختك؟ ايه وتصالحنا. عمران اكيد ما حسست حدا بشي. لك لا يا رجل طبعا، شو عم تقول؟ ما حدا دري بشي، اطمن.